حاليا السوق مزود بشكل كبير من اللابتوبات مزود بكروت الـ RTX 30 سيريز اللي تعطيك أحدث المزايا مثل الـ Ray Tracing, DLSS والـ NVIDIA Reflex, وهي بتتراوح من الـ RTX 3080 إلى الـ RTX 3050. وفي هذا الفيديو راح نتكلم مخصوص عن اللابتوبات اللي تحتوي على كروت شاشة الـ 3080 والـ 3070. هذه اللابتوبات بتكون جدا مرضية لأي شخص يبغى يستعمل هذه الأجهزة في اللعب أحدث الألعاب في الفترة الأخيرة, وإذا كان غرضك مو بالألعاب فهذه اللابتوبات بتكون جدا عملية لك في منتجة الفيديوهات بدقة 4K أو حتى 8K. فإذا أنت شخص يشتغل على الجرافيك ديزاين بشغف فأيضا إحنا ننصح لك هذه الفئة من اللابتوبات. وعندنا أول جهاز معنا هو الأسوس ستريكس سكار 17, وهو لابتوب استعرضناه هنا على قناتنا وبينا لكم قوته وأداءه على أكثر الألعاب المتطلبة على الجهاز. حجمه صح كبير لكن صوت الجهاز هادي, وعلى كبر حجمه ما هو ثقيل وبيكون خفيف عليك أثناء التنقل. الجهاز هذا مرة مخصص للاعبين, وخاصة إذا كنت لاعب محترف أو حاب تبدأ طريق الاحتراف, لأن الشاشة حقته تعمل بمعدل تحديث 300 هرتز, فهو بيساعد كثيرا خصوصا في الألعاب اللي تتطلب ردة فعل سريعة. عندنا برضو الكيبورد حق اللابتوب ميكانيكية, وكل ضغطة فيها تعطيك شعور مرضي أكثر من الكيبورد التقليدي. طبعا هذا الجهاز بتوفر لك بحجمين مختلفين, عندنا اللي بيجي ب 17 إنش, وبرضو فيه اللي أصغر منه بشكل خفيف اللي بيجيك بحجم 15 إنش. سعر هذا اللابتوب حاليا هو 14499 ريال سعودي, بينما سعر ال 15 إنش هو 11277 ريال. طبعا قوة المعالج حقت هذه النسخة بتكون أقل بشيء خفيف, لكن كل الاثنين بيتميزون بكرت شاشة الخارق 3080 RTX بالـ GDDR6 16 جيجا بايت. الجهاز الثاني صحيح سعره بيكون مرتفع, لكن من الاسم Alienware تعرف انك شاري لابتوب بجودة فخمة. لذلك اذا الميزانية عندك مو شيء شايل همه فهذا اللابتوب لك. كرت الشاشة الموجود هنا هو من فئة RTX 3080 GDDR6 ب 8 جيجا بايت, بينما المواصفات الثانية هي بان الشاشة تدعم معدل تحديث مرتفع يوصل الى 300 هرتز, وعندك ذاكرة عشوائية بحجم 32 جيجا, وطبعا منفذ HDMI وDisplay Port, وحجم الشاشة هنا 15.6 إنش, وسعر الجهاز هو 15999 ريال سعودي. إذا تبغى لابتوب خفيف وعملي بحيث بيفيدك كجهاز لإنتاج محتوى بدقة 4K وبنفس الوقت لعب أحد الألعاب أو حتى الجرافيك ديزاين بشكل سريع, فهذا الأسوس تف جيمينج داش 15 بيناسبك مرة. عمر البطارية فيه ممتاز وتقريبا بيعيش معك لمدة 8 إلى 9 ساعات من الاستعمال المتواصل, وطبعا بتقدر تستمتع بكل الأشياء اللي تبيها عن طريق تواجد كرت الشاشة الـ RTX 3070. والشاشة اللابتوب حجمها 15.6 إنش بدقة Full HD, ومعدل التحديث في الشاشة هو 144 هرتز, والذاكرة العشوائية هنا 16 جيجا بايت, ومع ذاكرة تخزين من نوع NVMe SSD بحجم 512. شيء يذكر لهذا اللابتوب هو بأن الكيبورد حقته انسيابية ومصممة بشكل يجذب اللاعبين. خلونا نجي لكم الآن بالسعر. سعر الأسوس تف جيمينج داش 15 هو 6599 ريال. اللابتوب الجاي هو أول لابتوب من شركة Acer نذكره, طبعا هو أيضا يحتوي على كرت شاشة الـ RTX 3070, وهذا بيعطيك أداء ثابت وعالي لأغلب الألعاب بدقة 1080. تصميم الجهاز هذا مرة انسيابي, وتقدر تخصص الإنارة حقة الكيبورد على راحتك عن طريق برنامج الـ Predator Sense. وشيء ثاني رهيب هو أنه بإمكانك توسيع المساحة التخزينية للجهاز من الجهة السفلية, وتضيف ذاكرة زيادة من فئة الـ NVMe SSD, وبرضو تقدر توسع الذاكرة العشوائية أكثر على الجهاز أيضا من الأسفل. والشاشة هنا مثل ما ذكرت Full HD, وبتشتغل بمعدل تحديث حتى 144 هرتز. فإذا تبي لابتوب يعيش معك لفترة طويلة وتقدر توسع من الذاكرة العشوائية حقته وبنفس الوقت تكبر مساحته, فننصح لك الـ Acer Predator Helios اللي سعره 8699 ريال. إذا تبغى جهاز أنيق وتصميم جدا سلس وإنسيابي وإلى حد كبير يشبه تصاميم لابتوبات الأبل النحيفة, فعندك الـ Razer Blade Advanced Gaming Laptop. هذا الجهاز بيكون فيه ذاكرة عشوائية Dual Channel وبحجم 16 جيجا بايت, وطبعا كرت الشاشة هنا هو الـ RTX 3070 مع شاشة أنيقة وبدقة Quad HD وبحجم 15 إنش وبمعدل تحديث يوصل حتى 240 هرتز, والألوان على الشاشة ناطقة
رائعة وجميلة، فكل من كرت الشاشة والشاشة بيفيدونك كثير. ومن استخدامنا نشوف بأن التراك باد حق هذا الجهاز قد تكون أحسن تراك باد على أي لابتوب ويندوز. وآخر نقطة نذكرها لهذا الجهاز هي أنه بإمكانك تخصصه على راحتك، بحيث بتقدر تختار في تقليل القوة أو زيادتها من كل من المعالج أو كرت الشاشة. الآن تكلمنا بما فيه الكفاية عن الجهاز، لذلك خلونا نشارككم السعر، وهو 11266 ريال. وآخر لابتوب معنا اليوم هو الأسوس روغ زيفيروس. هذا الجهاز بيجينا بشاشة حجمها 15.6 إنش وبدقة كوايد إتش دي، يعني 2560x1440، ومعدل التحديث فيها يوصل إلى 165 هرتز. الجهاز تصميمه أنيق، وعندك على الخلف الشاشة بيجي لمعان جميل كأنك مشغل إنارة RGB، لكن في الواقع ما فيه أي إنارة. الكيبورد نفسها طبعا منورة وتقدر تعدل على الألوان فيها. وبشكل عام جودة اللابتوب صلبة على نحفة، ووزنه تقريبا أقل من 2 كيلو، وبيجي مع اللابتوب 6 سماعات وتدعم الدولبي أتموس. هذا غير سعة التخزين حقة الجهاز اللي حجمها 1 تيرا بايت من نوع SSD. من ناحية أدائه في الألعاب فهو ممتاز، وبيقدر يشغل لك أغلب الألعاب فوق 60 إطار إذا كانت الجودة 1080p، وبعض الألعاب المتطلبة راح تنزل تحت 60 إطار بشوي إذا كانت الجودة 1440p. على نحف الجهاز فهو مرة ممتاز للتنقل وصناعة المحتوى، والكيبورد الموجودة مريحة للاستعمال، وبتقدر تكتب محتواك عليها أو حتى تشتغل على تصاميمك بكل سلاسة. وهذا يرجع لتواجد كرت شاشة الـ RTX 3070. نجي الآن لسعره، وهو 10835 ريال. هذه كانت مجموعة من اللابتوبات القوية للجيمينج أو حتى لتصميم الجرافيكس. طبعا الأسعار في هذه المجموعة قد يراها البعض فلكية، لكن لا تخافون، إذا تبغون لابتوبات قوية وبأسعار معقولة خلوكم هنا على القناة، وقريب بننزل فيديو ثاني يخص هذه الفئات. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.